تلبية لدعوة النقابات الفاعلة للاحتجاج على مشروع قانون يوسع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل في الأردن، شل إضراب عام معظم المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص بالبلاد. إضراب يمثل رسالة تحذيرية من النقابات للبرلمان الذي أكد أنه سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين بعد أن تسلم الصيغة الحكومية للتعديلات الضريبية. في سابقة بتاريخ الأردن عم الإضراب مختلف مناحي الحياة، فالنقابات المهنية دعت له احتجاجا على إدخال الحكومة تعديلات على قانون ضريبة الدخل. محال أغلقت وعاملون تركوا مواقعهم وحملوا يافطات تطالب بعدم تحميل الفقراء مزيدا من الأعباء الضريبية. رسالتنا وأصبحت كلمة واحدة هي معناش ندفع راتبنا يدوم كفي. ضرائب هي عبارة عن جباية أصبحت من المواطن. صار الموضوع استهداف لجيب المواطن، والمواطن متضرر من كل النواحي، سواء من الارتفاعات اللي عمالها تصير على الأسعار، بنزين، كهرباء. ورغم اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الأردني هان الملقي بمجلس النقباء، لم يتوصل الطرفان إلى حل، فالنقابات نفذت الإضراب والحكومة لم تتراجع عن تعديلات القانون، لكنها تقول إن باب الحوار مشرع. نحن ندعو للتأكيد على ضرورة استمرار الحوار حول هذا القانون ولتغليب لغة الحوار، ونؤكد أن القانون مشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يحقق العدالة ويحقق التصاعدية ويحارب التهرب الضريبي. وبانتظار مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ووعود الحكومة بالاستماع إلى كافة الآراء، إلا أن كثيرين يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحقيق مرادها وإقرار القانون. هي رسالة احتجاجية عبرت عنها مختلف القطاعات، رسالة تطالب بالابتعاد عن جيب المواطن أثناء معالجة المشكلات الاقتصادية، فالضرائب والغلاء أنهكا كاهله وقوضا القدرة الشرائية للمواطنين. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان مدير تحرير صحيفة الرأي الأردنية فيصل مكاوي. أستاذ فيصل، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. أولا نريد معرفة خلفيات هذا الإضراب العام الغير مسبوق في الأردن، وما وجه اعتراض النقابات على مشروع القانون الضريبي برأيك؟ يعني حقيقة يعني خلفية هذا الإضراب هو ما يعني ما أقرته الحكومة من قانون لضريبة ضريبة الدخل كجزء من عملية التصحيح الاقتصادي، يعني له ليس أول إجراء، فكان جملة إجراءات خلال السنوات الماضية وقامت فيها هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها. يعني هذا القانون أقر أخيرا من مجلس الوزراء، لكن هناك عدة مراحل أخرى لينال يعني صفة الدستورية. الآن موجود في عهدة مجلس النواب، مطروح على دورة استثنائية على الأرجح ستعقد بعد شهرين، يعني في مقتبل أغسطس آب المقبل. يعني هذا القانون يعني الحقيقة اليوم ما ظهر لدى الناس من قلق واعتراض على هذا القانون يعني لا يتعلق بالقانون بالدرجة الأولى بقدر ما يتعلق بحالة يعني الظروف المعيشية الصعبة التي بات يعيشها المواطن الأردني جراء الكثير من الظروف الاقتصادية التي لها الظروف الإقليمية أيضا لها دور كبير فيها إضافة إلى الظروف الداخلية. فلذلك يعني وصلت الأمور إلى هذه النقطة من الاعتراض على هذا القانون، وأظهرت يعني الاحتجاجات التي جرت اليوم والحجم الكبير التي يعني نفذت فيه أن هذا القانون يجب أن يتم إجراء مراجعة عليه، وأعتقد باب المراجعة الآن موجود لدى مجلس النواب الذي وعد بفتح حوار شامل حول هذه القضية. أولا لماذا تلجأ الحكومة كما يتساءل البعض لجيوب الفقراء لتصحيح هذه الاختلالات الموجودة ربما في الموازنة العامة؟ ألا يوجد لديها أي طرق أخرى لمعالجة ذلك برأيك؟ يعني حقيقة في شأن التحدي الاقتصادي بالأردن
يعني المسألة يعني معقدة ومركبة ولها أبعاد عديدة كما ذكرت لك، لها علاقة يعني بالظروف الإقليمية التي لا تسمح بخطط التنمية الاقتصادية بالاستمرار، لها علاقة بالمديونية العالية التي وصلت 37 مليار دولار يعني وما يشكل يعني 95 وأعشار من الناتج المحلي الأردني، وهذا رقم خطير. لها علاقة أيضا يعني بترحيل الحكومات السابقة الأزمات وعدم الشروع في مشروع إصلاح اقتصادي حقيقي يعني يتدرج، لأن هذا القانون لو كان هناك إصلاح اقتصادي حقيقي ولم يتم ترحيل أزمات لكان لو وضع قبل عدة سنوات بنفس الظروف لا أعتقد لما كانت هذه الأزمة التي حدثت اليوم. لكن اليوم الواقع هو موجود. حقيقة سؤالك مهم، لماذا تلجأ الحكومة لجيوب الناس؟ الحقيقة يجب التركيز في هذا القانون على التهرب الضريبي، وهي المشكلة الحقيقية التي تتعلق في الضريبة في الأردن. يعني هذا القانون إذا ما طبق على ما هو عليه اليوم وتم تنفيذه على موازنة العام المقبل سيتم تحصيل 100 مليون دينار، والحكومة تقول على لسانها وليس لسان أحد آخر، تقول أن التهرب الضريبي بلغ مليار دينار أردني. تخيل الفرق بين الرقمين. يعني المشكلة واضحة وبادية تماما، أين هي المشكلة؟ فيجب معالجة التهرب الضريبي تماما، ثم التخفيف عن الطبقات محدودة الدخل والطبقات الفقيرة التي تعتقد أنها متضررة بشكل كبير من هذا القانون، رغم أن الحكومة تقول أن 90% من المواطنين لن يشملهم هذا المسألة. لكن المسألة لها علاقة بجملة قرارات اقتصادية توجها هذا القانون وليس بالقانون ذاته فقط. مشروع القانون كما ذكرت أستاذ فيصل في عهدة البرلمان، ما المتوقع منه برأيك؟ يعني حقيقة البرلمان متوقع منه أن يقف هذه المرة يعني وقفة جادة في هذا الشأن، لأن ما حصل اليوم يعني من إضراب شام حضاري وسلمي يعني صحيح، لكن يعني يجب أن تقرأ ما خلفية هذا الأمر من قلق المواطنين والحالة التي وصلت لها الظروف الاقتصادية الصعبة لدى المواطن. صحيح هناك يعني استغلال من بعض الطبقات الغنية التي جزء منها لا يريد أن يدفع الضريبة وحدوث تحالف نتيجة يعني الظروف المتشابهة للناس، لكن في الحقيقة أغلبية الناس تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. يجب البرلمان أن يقف وقفة جادة نحو هذا المشروع، وهو صاحب اليد العليا اليوم في هذا المشروع، يستطيع رده كاملا، يستطيع تعديله ويستطيع إقراره كما هو. لكن التطلعات إلى البرلمان أن يقف وقفة مختلفة عن الوقفات السابقة، لأن البرلمان يعني يتعرض لنقد شديد أنه يمالي الحكومات ويمرر كل المشاريع المتعلقة فيها. لكن أعتقد هذه المرة يجب أن يكون الأمر مختلف، وهناك فترة كافية للقاء في منتصف الطريق يعني تسوية مسألة الاختلال الضريبي الهائل في التهرب الضريبي، وأيضا مراعاة الطبقات الوسطى والفقيرة التي لم تعد تحتمل أكثر من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. في حال أقر هذا القانون برأيك أستاذ فيصل، هل تستطيع النقابات أن تنفذ وعيدها بإسقاط الحكومة وحل هذا البرلمان برأيك؟ يعني حقيقة يعني أنا بعتقد أنه أتمنى أنه الأمر أن لا يصل لهذه المسألة، لأنه المسألة ليست يعني غالب ومغلوب في هذا الموضوع. المسألة مسألة مسؤوليات سلطات دستورية في المملكة، يعني الحكومة والبرلمان كلاهما يعني راعيتان يعني لظروف الناس وشؤون الناس. يجب أن لا تكون هناك عملية مكاسرة تجاه المواطن الفقير والطبقات الوسطى. يعني يجب إجراء مسألة تصحيح اقتصادي دقيقة وحقيقية يعني تحقق حقوق الدولة والناس، وأيضا تراعي الطبقات الفقيرة، وهذا ما هو مطلوب اليوم من الحكومة والبرلمان عمله في التو واللحظة. لماذا سيأخذ الموضوع شهرين كما ذكرت قبل قليل حتى يلتئم البرلمان؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ يعني أعتقد أنه يعني مسألة القانون والضريبة وشكل الاحتجاج الذي حدث اليوم يستدعي أن يكون هناك وقف التقييم ومراجعة أولا، ويستدعي فتح حوار شامل لإعادة أخذ آراء ووجهات نظر كافة الشرائح، لأنه كما لاحظنا اليوم أن يعني كافة الشرائح الاقتصادية يعني من صاحب الدكان البسيط إلى المواطن البسيط إلى البنك إلى النقابة إلى يعني المستثمر الكبير كلهم وقفوا وقفة واحدة تجاه هذا القانون. هذا يستدعي أن لا يسلك هذا القانون ويمر بين يوم وليلة، وليأخذ وقته كاملا حتى يتم أخذ وجهات نظر كافة الناس وكافة القطاعات المتضررة، حتى يتم اللقاء في منتصف الطريق وإقرار هذا القانون. وشهرين ليس كثير على إقرار مثل هذا القانون المفصلي والذي أدى إلى مشكلة كبيرة كما لاحظنا اليوم. هل يمكن اللجوء إلى حل وسط هنا؟ وما الخيار الأسلم برأيك؟
أنا أعتقد أن الخيار الأسلم يعني أن يتم يعني أولا وبقبل كل شيء مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة يعني التي أرهقت جراء يعني الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة الكبيرة التي لا ينكرها أحد الموجودة في الأردن اليوم. يعني يجب أولا يعني رفع سقوف الإعفاءات الضريبية التي تم التراجع عنها، يعني كان 24 للعائلة 24 ألف دينار أردني وخفضت بموجب المقترح إلى 16 ألف والفرد من 12 ألف دينار أردني إلى 8 ألاف. يعني هناك مقترحات وتسريبات أنه سيعود إلى الفرد 10 ألاف وإلى الأسرة 20 ألف وجملة إعفاءات بمعدل 2000. يعني لربما هذه تحقق نقطة في منتصف الطريق للمواطنين، لكن لا ننسى أيضا مسألة الاستثمار، لأن المسألة في الأردن عجلة كما في أي بلد، يعني عجلة اقتصادية مكتملة منظومة متكاملة، ويجب أيضا مراعاة الاستثمار لأنه ثبت أن هناك عوائق كثيرة بيروقراطية يعني تعيق المستثمرين وتجعلها يعني مسألة طاردة. فلذلك يجب أن يؤخذ هذا الموضوع كحزمة متكاملة، وأنا أعتقد إذا ما أريد الوصول إلى حل ولا نقطة وسط في منتصف الطريق هذا ممكن. وأيضا يجب مراعاة بين يعني ضغوطات صندوق النقد الدولي والظروف الداخلية الأردنية وما هو محيط بنا، ويجب التحدث مع صندوق النقد الدولي بلهجة أخرى وبلهجة مختلفة تراعي الناس وتراعي أوضاع المملكة والاقتصاد الوطني قبل مراعاة أي شيء آخر. النقابات المهنية في الأردن يعني أمهلت الحكومة أسبوع واحد لسحب هذا المشروع المعدل، برأيك هل الحكومة في وارد سحب هذا المشروع؟ وما قدرة النقابات على تحشيد الشارع؟ اليوم شهدنا مظاهرات كبيرة جدا غير مسبوقة، هل هي قادرة على النفس الطويل من أجل تحشيد الشارع برأيك؟ يعني باعتقادي المسألة يعني ليس لها علاقة بالتحشيد ومن عدم التحشيد، لأنه يعني المواطن الأردني وكثير من طبقات المواطنين تعاني أساسا من ظروف اقتصادية صعبة جراء الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة الاقتصادية التي نعيشها في الأردن. يعني ما جرى اليوم هو تعبير يعني حقيقة عن حالة الاحتقان الشعبي تجاه هذا الوضع. فلذلك يعني المسألة يعني ليست لها علاقة، ويجب أن لا يكون لها علاقة بالوعيد والتهديد من أي طرف لآخر، ويجب مراعاة مصلحة المواطن الأردني لأنه هو يعني بنية الاقتصاد وهو غاية وأساس وهدف التنمية. فلذلك يعني المواطن الأردني يوجد لديه احتجاج دائم على هذه المواضيع وخاصة في البعد الاقتصادي، لأننا في الأردن في الموضوع السياسي نسير بشكل متقدم وشكل جيد، لكن في هذه المسألة يجب الوصول إلى حل وسط. يعني الحكومة أنا باعتقادي ما سمعت اليوم وما لدي من معلومات ليست في وارد سحب هذا القانون، وتقول أنه اليوم مجلس النواب هو صاحب الخيار وصاحب الموقف. أعتقد لا يضير الحكومة في نهاية المطاف أن تعدل القانون أو تغير فيه، وهذا حصل في حكومات سابقة وفي الحكومة نفسها. يعني المسألة ليست مسألة غالب ومغلوب في هذه المسألة بقدر ما هو تقدير المصلحة العامة وتقدير ظروف المواطن الأردني، وأيضا المضي في مسيرة التصحيح الاقتصادية الواجبة والضرورية، وبالذات لجهة تصحيح الاختلالات التي ليس مسؤول عنها الطبقات الوسطى والفقيرة، ومعروف من هو مسؤول عنها من أخطاء الحكومات المختلفة ومن تراخي البرلمان، ويعني ظروف الإقليم أيضا الصعبة الضاغطة على الاقتصاد الأردني. شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل ملكاوي مدير تحرير صحيفة الرأي الأردنية، حدثنا من عمان.